السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة أرباح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجاء الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا مجموعة جميلة جدا من الدروبات فيها مكسب كويس، بس قبل البدء بقول مبروك للناس اللي وصلتهم عملة رات. ده اير دروب كنا شرحناه قبل كده، وصلني النهاردة 5450 من العملة زي ما ظاهر قصادكم. وصلني برضو 100 من الاير دروب كنا شرحناه قبل كده. انا كنت وصلني اول حاجة منه لو عملت كلير وصلني 1100 في 100 في 100 تاني، وتمام. واخر حاجة وصلتني عملة جديدة تعتبر هي عملة اختصار بتاعها ار يو تي وعملة وان دهان. مبروك للناس اللي وصلتهم، واتمنى الربح للجميع. اول حاجة اير دروب معانا، او مش اير دروب، هنعمل اول حاجة اثبات سحب لعملة كريدت. ده اير دروب كنت شرحته من فترة، من حوالي شهرين، وصلني رصيده وحولته على منصة كاتاكس بمعادل حوالي تقريبا 200 ألف ساتوشي. هشوف سعر البيع دلوقتي، هبيع قصادكو، هنعمل عملية بيع. بس اوضح للناس السحب ازاي. انت عشان تعرف تسحب، اول حاجة هو معاك كذا منصة، الموقع بيقول لك ممكن تسحب عليهم العملة، ممكن على منصة كاتاكس وممكن على ويدكس، ودي محفظة سيبك من دي بقى. ايه كاتاكس ويدكس ده الاساسي بتاعنا، تمام. هنيجي نكون مسجلين في المنصة، انا هوريكم الشرح بتاعي على منصة كاتاكس. هتسجل في المنصة عادي، تسجيل عادي، ايميل باسورد، وهتفعل ولا اي، مفيش اي مشاكل. وبعد كده هتخش على كلمة اسست، هنا هو اللي هو لو انت عاملها بالعربي هتبقى كلمة رصيد. وبعد كده هتلاقي هنا محفظة كريدت، هتدوس على كلمة ديبوزيت، هتنسخ العنوان بتاع المحفظة نفسه، تعلم عليه، تاخده كوبي، ونرجع للموقع بتاعنا اللي انا شرحته قبل كده، هو موقع العملة نفسها، موقع كريدت. بالنسبة للناس اللي متعرفش عنه حاجة، هندي فكرة بسيطة. هو موقع عامل زي موقع الفيسبوك، بس موقع صادق في ان هو ايه، العملة بتاعته موجودة بتتباع، مفيش اي مشاكل، والسحب مفتوح، مفيش اي مشكلة، ادنى مشكلة فيه. بتخش تسجل عادي، مجرد تسجيلك بتاخد 30 ألف من عملة كريدت. بتعمل على اي بوست عملته، بتاخد بتاخد رصيد عن الصورة رفعتها، بتاخد رصيد عن لايك، بتاخد رصيد عن ادت فريند، بتاخد رصيد اي حاجة بتعملها جوه الموقع، زي اي حاجة بتعملها كأنك بتعملها في فيسبوك، حتى لايك، حتى الرد، ايا كان، بتاخد عليها رصيد، تمام. والاحالات بتاخد عليها رصيد جامد كويس. المهم عشان تسحب، بالنسبة للناس اللي هتسحب، كل عليك هتخش على بروفايل، ادت بروفايل من هنا، تمام. هتفتح معاك الصفحة بالشكل ده، هتيجي اول حاجة تحط اسمك بالكامل، وبعد كده اسمك الاول واسمك الاخير، وتحط عنوان المحفظة اللي احنا نسخناها من منصة كاتاكس، تمام. وتيجي بعد كده الباقي مش قادر اوريكم عشان ده صور خاصة بيا. مبدئيا بترفع صورة للباسبور او البطاقة، بعد كده صورة لظهر الباسبور او البطاقة، تالت حاجة ليك صورة سيلفي وانت ماسك الباسبور او البطاقة، تمام. وبعد كده بعد ما بتخلص بتيجي هنا على كلمة وزدرو، بتدوس عليها ايه، بتدوس تلاقي كلمة وزدرو تحت، بتأكد تفعيل ايه الارسال، خلاص الرصيد بتاعك بيوصلك، مفيش ادنى مشكلة. يعني انا وصلني في خلال 4 ساعات تقريبا او 5 ساعات، ادي رصيد من العملة، تمام. ادي وصلني 196 ألف و250 من عملة كريدت. هخش دلوقتي اعمل امر بيع ليها تريدينج، تمام. هنكتب اسم العملة هنا، انا مش متذكر الاسم بالظبط، ممكن نستخدمه من هنا كريدت، تمام. هعملها في مقابل البي تي سي، نشوفها كده في مقابل الايثيريوم كام، مش فارق كتير. هعملها في مقابل الايه، البيتكوين، تمام. هندوس هنا، هذا رصيدي ظاهر معايا حاجة من الاتنين، يا اما ارفع سعر زي الناس دي بحيث ان انا متوقع لها ان سعرها يبقى اكتر من كده. انا اول حاجة هبيع الرصيد كله بالكامل، لو انا بعته بالسعر السوق حاليا هيوصلني يعني حوالي 196 ألف ساتوشي، نقول 200 ألف ساتوشي، تمام. احنا ممكن نرفع السعر شوية واعمل امر بيع معلق، يعني مثلا بدل 100 ساتوشي للقطعة هنخليها، لو دي 10 ممكن نخليها 9 كده، نشوف هي بكام. 9 ساتوشي لو بعتها كده هيبقى معايا مبلغ 1,700,000 ساتوشي،
نوصلها شوية نخليها 5، طب خليها 6 عشان يبقى ايه يوصل لنا المليون صافي. واعمل امر البيع المعلق، انا مش فارق معايا المبلغ، هو مبلغ حوالي 20 دولار مش فارقين معايا، فانا ايه هعمل امر البيع وباذن الله ايه السعر يرتفع، ناخد المليون ساتوشي ونعمل سيل كريديت كونفيرم. تمام، امر البيع تم موجود تحت، اي حد هيشتري معايا بالسعر بتاعي ده العملة تتباع، والعملة بإذن الله كده كده سعرها يرتفع قريب. حبيبي انت لما تيجي تبيع تعلن السعر اللي انا بعت بيه مفيش اي مشاكل، حبيبي تبيع بسعر السوق مفيش برضو ادنى مشاكل، العملة مجرد ما تتسجل ممكن تسحب ال30 ألف بتوعك لو فعلت الوثائق زي انا ما عملت. تمام، ده كده كان اثبات بيع معانا او اثبات سحب وبيع في نفس الوقت. نيجي بقى كده الايردروب التاني اللي معانا، ده ايردروب خاص بمنصة، ولا بص كده النوتس اللي انا عاملها. الايردروب ده بيدينا مش مسجل هنا بس على العموم، لا هو كده مكتوب هنا يا رب. تمام، هو مبدئيا عشان بس الناس ايه تبقى فاهمه، هو مش ايردروب، هو انت لو سجلت وفعلت الوثائق شرط اساسا تفعل الوثائق، هو هيوزع التالي على الناس، هيوزع كذا عملة، هيوزع من عملة بيتكوين، هيوزع ايثيريوم، وهيوزع من عملة اوس. تمام، على مجموع الناس اللي هتسجل في الفترة اللي هو كاتب عليها، هو مش موجودة هنا، كانت موجودة معايا في البلوج بتاعهم. المهم خلال شهر لغاية، لا لغاية 31 أغسطس اهي. تمام، الموضوع ده شغال معانا لغاية 31 أغسطس، هتيجي تسجل وتفعل وثائق. تمام، الموقع هيوزع بما يعادل 100 بيتكوين و1000 إثيريوم و10 آلاف من عملة أوس على الناس المشتركين اللي هتفعل وثائق، وتيجي يوميا تخش هنا على كلمة درو. يعني بعد ما تخلص انا هوريكم دلوقتي ايه، نخش مثلا على اكونت سكيورتي، يعني بس تسجيل دخول تاني، طبعا نحل الكواتشة لوجن. تمام، احنا كده ايه دخلنا على الحساب بتاعنا، هنيجي هنا نربط رقم الموبايل بتاعنا لو مش مربوط. نشوف تفعيل الوثائق فين، اكزيكيوشن تقريبا، نتأكد كده نشوف اي تفعيل وثائق. ففي الوثائق اول حاجه طالبها منك تحديد الدوله، بعد كده اسمك بالكامل زي ما مكتوب في الباسبور، هو قايل لك كده بليز اندر يور نيم اون يور باسبور، اور اكتب اسمك زي ما موجود في الباسبور او موجود في البطاقه. تمام، بعد كده رقم الباسبور او رقم البطاقه، بعد كده الصوره للباسبور او البطاقه، بعد كده الصوره لظهر الباسبور او البطاقه، بعد كده صوره سيلفي ليك وانت ماسك الباسبور او البطاقه وموجود فيهم التالي. اول حاجه يبقى مكتوب في ورقة بيضة كلمة توكن بارك، تحت كلمة توكن بارك تاريخ اليوم اللي انت رفعت فيه الصورة، وترفع الصورة دي هنا اهو، يبقى اخر صورة تبقى ماسك البطاقة او الباسبور مع ورقة بيضة مكتوب فيها كلمة توكن بارك، هي الكلمة كاتبها لك هو هنا اهو اللي هي الكلمة دي توكن بارك، وتحت الكلمة تاريخ اليوم اللي انت سجلت فيه الصورة. طبعا لما تيجي تكتب تاريخ ما تكتبش تاريخ بالعربي، تكتب تاريخ بالانجليزي. تمام، وبعد كده بعد ما ترفع الصورة بتدوس له سمنت. بعد كده خلصت وجات لك رسالة انت فعلت وثائق، خش هنا كلمة درو. انا مش عارف لغاية دلوقتي ان الموضوع ده هيبقى يومي، يعني الربح نخش على كلمة درو نسحب يومي احنا وحظنا، هو حتى الشرط واحد لك بيقول لك لازم تفعل اسمك بالكامل واللك، ودي ضربة حظ، الضربة دي كل يوم بتخش تعملها تاخد رصيد، ولا هي مرة واحدة وانت ونصيبك اللي هيجي لك من الرصيد مثلا من العملات دي. هو هيوزع على عموم كميات كبيرة جدا، احنا بنتكلم في 100 ألف في 100 بيتكوين كامل والف ايثيريوم كامل، بس مش تاخد دي لوحدك، الكلام ده هيتوزع على مجموع الناس اللي دخلت وفعلت وثائق. تمام، انا هسيب لكم رابط التسجيل وحاول تخش تفعل وثائق مش هتخسر حاجه. انا شايف في دعايه جامده قوي على الموقع وباذن الله ربح فيه كويس. تمام، نيجي بقى الدروب اللي معانا، ده دروب خاص بعمله اسمها بينج مي. تمام، نفتح كده الدروب مع بعض. الدروب اول ما بيفتح معانا بيفتح معانا بالشكل ده، هي الكابتشا بتاعته رخمه شويه، انا قعدت غلطت فيها كذا مره، مع عينيا ما كانتش جايبه الارقام صح، جيت في المره الثالثه ظبطتها اللي هي كانت 90640. تمام، كانت الطياره فتح معايا المهام، اول مهمه اشترك في جروب تليجرام بيديك 300 من عمله بنش، بعد كده هتعمل فولو للصفحه بتاعتهم على تويتر وريتويت، ريتويت عادي اللي هو لايك وريتويت مش محتاج تعمل كومنت، هيديك فيها 300، وبعد كده بتخش بقول لك ايرلي اكسس، هتدوس هنا هيحولك على الصفحة دي بالشكل ده. هرجع لكم الصفحة الرئيسية،
هيحولك على الصفحة دي بالظبط. تحط الايميل بتاعك هنا وتقول له جيت اكسس ايرلي، هتملي هنا بياناتك، هتقول له انا معايا الموبايل اندرويد، انا مثلا انا اتكلم عن نفسي ميل ذكر، وبعد كده السن بتاعك من كام، من 26 ل 35، وبعد كده انت مثلا دخلك الشهر كام، ما تأفورش فيه قوي، خلينا في ثانية واحدة. وبعد كده الكانتري، الدولة ايجيبت، وبعد كده رقم موبايل، وبعد كده ار يو انترست، انت ممكن انت عندك اهتمام انت تشتري عملة بنش، قول له يس ما فيش مشاكل، مش هنشتري بس قول له يس. بيقول لك حط الرقم اللي انت ممكن تشتري بيه من 1 اثيريوم ل 5 اثيريوم، ماشي. وبعد كده يوزر التليجرام اللي احنا ايه شغالين عليه ده، اليوزر بتاعي، وادوس له كلمة سبمت، تمام. بكده انا خلصت. هو بيحولك هنا على الموقع جروب بتاعهم، بتدوس عليه كده بيحولك على جروب التليجرام بتاعهم تشترك فيه لو انت مش مشترك فيه، تمام. ونرجع تاني للدروب بتاعنا. المهمة اللي بعديها دي مهمة، بيقول لك احنا ممكن نبص من هنا برضو، ودي مهمة على الفيسبوك، ان انت هتخش تعمل لايك للصفحة بتاعتهم، وتيجي على اول بوست تعمل ايه، باند بوست، تعمل شير، انا اسف، تعمل لايك وشير، يعني تعمل لايك او تشارك في الصفحة، تعمل فولو، وبعد كده اول بوست تعمل له ايه، انا عايز، مش متأكد، انا مش متأكد ان انا عملت المهمة، بخش اعملها معاكم اللي هي بتاعت الفيس تأكيدا يعني. لا عملتها، تمام. هتيجي تعمل لايك للصفحة عادي، وهتيجي على أول بوست تعمل له لايك وشير، تمام. نرجع تاني للدروب. بعد كده بيقول لك هتخش تشترك في جروب تليجرام ده برضو، وبعد كده هتيجي تعمل للصفحة التويتر دي برضو، هتعمل لها فولو وتعمل ريتويت لأول بوست. وبعد كده هننزل كده مع بعض نعمل إثبات، بتيجي على كلمة سبميت يور داتا. لو انت خلصت المهام دي كلها، اول حاجه بيطلب منك الايميل اللي انت عملت اكسس على الموقع بتاعهم اللي احنا عملناه من شويه، وبعد كده بيطلب منك اليوزر بتاع تويتر اللي انت عملت بيه فولو. عايز اتاكد برضو ان انا عملت فولو صح، عشان انا عندي 2 اكونت، ساعات بلخبط ما بين الاتنين وبسجل ده مطرح ده، بيخسرني كتير الموضوع. اوكي تمام، انا عملت فولو هنا، وجيت عملت لايك وريتويت عادي من غير كومنت ولا اي حاجه، تمام. وبعد كده حطيت له اليوزر بتاعي، طلبه مني، وبعد كده بيقول لي انت بكابس، كان بيسالني مديني يس او نو، انت اشتركت في الايرلي اكسس اللي هو الموقع اللي انا دخلت عليه من شويه، قلت له يس، وقال لي جريت. وبعد كده اداني ايه لينك قال لي حط لينك البروفايل بتاعك بتاع الفيسبوك، حطه له. وبعد كده طلب مني ان قال لي انت اشتركت في جروب تليجرام ده، قلت له يس. وبعد كده قال لي اشتركت في جروب تليجرام ده، قلت له يس. وبعد كده طلب رقم المحفظة حطيتها له، وبعد كده اداني اللينك بتاع الإحالة، وقال لي إن أنت كل إحالة هتاخد 250 من عملة بنجي، تمام. ودوست على الرصيد، لقيت الرصيد ظهر فعلا بالفعل 1500 من عملة بنجي، تمام. هتاخد بقى رابط الإحالة بتاعك تحاول تروج له عشان تكسب أكتر من العملة. نيجي بعد كده على الإيردروب اللي بعديه. الدروب ده أنا كنت شرحته قبل كده بس قرب ينتهي، وهعيده تاني للناس عشان نظرا لأهميته. الدروب بتكسب منه بما عادل من العملة، يعني هما كام عملة، 1 2 3 4، وهنا 10، يعني 30 من العملة، وهنا 40، المهم بيساوي الأولى 30 من العملة، دول بيساوي لوحدهم كده 60 دولار، تمام، بارتفاع العملة عشان العملة سعرها ارتفع دلوقتي حاليا. وعن كل حالة 10 عملات، يعني مثلا أقول مثلا حوالي 10 دولار أو 20 دولار. الاير دروب بسهل مفيش أي مشاكل. أول حاجة بيفتح معاك بيجيب لك كاباتشا على شكل صور، وكان دي الشكل الاشبه للصوره اللي انا عملتها، علمت له عليها وحليت الموضوع ده. الدروب ده ليه محفظه مخصوص. اول حاجه هتيجي هنا كده كوبي، ناخد اللينك ده ونعمل محفظه مع بعض، اوريكم طريقه التسجيل فيها. انا مش هعمل المحفظه، مش داول، مش هنزل المحفظة، مش هعملها داونلود، انا هختار اللي هي الويب، ويب فيجن، اختار اللي هي ايه الويب سايت. عايز تحمل المحفظه براحتك، نفس الخطوات، يعني لو نزلت المحفظه هتعمل نفس الخطوات اللي انت تعملها في الصفحه.
نستنى شوية كده مع بعض على المصطلح تحمل. نحاول نعمل ريفرش نستعجلها. مش فاتح معايا انا كويس، هفتحها احسن على جوجل كروم نشوف هتفتح ازاي. نخش هنا على الويب زي ما قلنا، معلش طول الانتظار، حاول بس ايه ننجز فيها. لو ما كانت طولت عن كده هنعمل ايه، ممكن نخش على الدروب التاني لغاية لما تحمل. تمام حملت، انا عايز اطلع بس من المحفظة بتاعتي. تمام كده هتفتح معانا بالشكل ده. هندوس على كلمة create account، هتقول له local wild، متختارش cloud، اختار local او ممكن تختار cloud يعني، بس دي ايه security بتاعها اعلى شوية. تمام بتيجي هنا بتحط اختار اسم الاكونت بتاعك، وتختار هنا باسورد وتكرر الباسورد وبتدوس له كريت. بس كده انت عملت المحفظة. مجرد ما بتعمل كده بيديك كلمات بتحفظها وبتلاقي نزل لك ملف، الملف هو ده المفتاح بتاعك، تحافظ على الاتنين دول ما تديهمش لحد. وبعد كده تفتح المحفظة بتاعتك عادي عن طريق الباسورد والاسم والنيم، ولو طالب منك البرايفت كي اللي هي اسامي الكلمات اللي انا قلت لك عليها بعد ما تدوس له كريت خلاص هيحتفظ بيهم. وبتاخد رقم المحفظة من جوه من كلمة سنت، هوريكم دلوقتي لما اجي اسجل المحفظة بتاعتي. ندور على وايلد ستيت كون. تمام ده الايه ملف اللي قلت لكم هنزله لكم، ودخل الباسورد وبص اللوجن. كده انا دخلت على محفظتي، بدوس هنا كده
واجهنا على كلمة ديبوزيت، دوست ضغطت هنا اعيدها لكم تاني. بعد ما عملت المحفظة بجي على كلمة ديبوزيت، بلانس ديبوزيت، وده عنوان المحفظة، اخده كوبي، ده اللي هسجل بيه. تمام، ارجع بقى للدروب بتاعي. خلاص انا كده سجلت في المحفظة، طلب مني اليوزر او الاسم اللي انا سجلت بيه اللي هو الاسم ده، انا اسمي ماكس اول جوه المحفظة، ماكس اول 55، حطيت له المحفظة بتاعتي. بعد كده طلب مني ان انا اعمل له فولو للصفحة بتاعتهم على تويتر، عملت له وحطيت له اليوزر بتاع تويتر. بعد كده طلب مني ان انا اعمل فولو ريتويت للبوست ده، هدوس هنا حولني على بوست، هعمل فولو ريتويت، وبعد كده احط له هنا اليوزر نيم بتاعي على تويتر برضه. بعد كده طالب مني ان انا اشترك في موقع شات اسمه ديسكارد، سهل وشرحته قبل كده كذا مره، عامل زي التليجرام كده بس بتفتح على الويب عادي. تمام، هتشترك فيه وترجع تحط له اليوزر بتاعك زي انا ما حطيت اليوزر كده. بعد كده خلاص كده المهام خلصت، بيديك الرصيد من العمله، هو المفروض 30 بس مهم التويتر بيعمل عليها زي تشيك، وبعد كده بيرجع تاني ايه يديك رصيدك منها. لو نزلت انا تحت خلاص انا بعد ساعه عمل عليها تشيك اداني الرصيد بتاعها، ظهر بقى معايا 60 من العمله بيساوي زي ما قلت لكم. وبعد كده بتزود رصيدك انت من الاحالات، تاخد رابط الاحاله بتاعك وتروج له، وكل طبعا ما هتزود رصيد كل ما بتكسب اكتر من العمله. تمام كده الدروب ده كده انتهى، نخش على الدروب اللي بعده. الدروب ده خاص بعمله موجوده بالفعل على الكوين ماركت كاب اسمها جي في سي ان. الدروب بتسجيل فيه سهل ما فيهوش اي مشاكل، اول ما بيفتح معانا بيفتح معانا بالشكل ده. اول المهمه هو طالب مننا ان احنا نشترك في جروب تليجرام، بنشترك فيه وبعد كده جروب تليجرام تاني، وبعد كده على طول هو بيقول لك انت خدت 500 من العمله بيساوي 9 دولار. تمام، وبيقول لك انت كل حاله هتجيبها هتاخد 100 من العمله، يعني هتاخد حوالي 2 دولار او حاجه زي كده. وبعد كده بيطلب منك المحفظه بتاعتك، بتحط له محفظه اثيريوم وايلد، وبعد كده بتدوس على كلمة ريفيل تحت هنا لينك، بيديك لينك الإحالة بتاعتك، بتاخد له تروج له وتاخد عن كل إحالة 100 من العملة. نيجي بعد كده الأردروب التاني اللي معانا، ده أردروب جديد خاص برضو بعملة اسمها ليثيوم بلاك شاين بوت، نفتحه كده. أول ما بيفتح معاك أول طلب بيطلب منك رقم محفظة الإثيريوم والد بتاعتك، بتدخله رقم المحفظة، وبعد كده بيطلب منك الإيميل، وبعد كده بيطلب منك مهمتين. أول حاجة بيديك هنا لينك عشان تعرف إن العملة موجودة بالفعل على كوين ماركت كاب، بتاخد هنا اللينك. هو الايردروب ده هيدينا بميعاد 22 دولار على فكرة. تمام، 200 عملة، 200 عملة بيساوي 22 دولار، وعن كل حالة هيديك 20 عملة بيساوي 2 دولار. ده اللينك بتاع العملة على السوق في الكون ماركت كاب. وبعد كده المهمتين المطلوبين منك، مهمتين الاتنين في جروب تليجرام، اشترك في جروب تليجرام اول وتاني، وبعد كده بتقول له دن دن خلصت. بعد كده ايه بتظهر رصيد، ثواني بس افتح عن طريق الايه الرابط بتاعي عشان كنت فاتح الرابط، انا راجل سجلت عن طريقه. تمام، بيظهر معاك بقى طبعا الايه الاجزاء اللي تحت دي كلمه بلانس عشان اعرف رصيدي، الريفيل لينك عشان اقدر اروج لرابط الاحاله بتاعتي، الوايت اللي عاوز اغير رقم المحفظه بتاعتي، الايميل اللي عاوز اغير ايه رقم الايميل بتاعي. تمام، نيجي بعد كده الدروب اللي بعده، ده الدروب لسه جديد برضو خاص بعمله بات، بيدينا 70 من العمله، بس المشكله اللي فيه في عيب واحد، ان انت لازم تجيب احالات عشان تقدر تسحب منه، عشان انت مجرد ما بتسجل بيديك 70 من العمله بس، الويزدرو بتاعه تعال نبص كده مع بعض، لازم يكون معايا 150 من العمله، بتقدر تجيبهم عن طريق الاحالات. نشوف بس التسجيل فيه الاول ازاي. اول ما بيفتح معانا بيفتح معانا بالشكل ده، بيديك الويب سايت للاطلاع لو انت عايز تطلع على موقع العمله. بعد كده بيطلب منك الشك في جروب تجرام تشترك فيه، بعد كده بيديك رقم المحفظه، بتحط رقم المحفظه، بعد كده ما بيطلبش منك طلب تاني، كل اللي عليك ان انت تاخد رابط الاحاله ده. طبعا الايزر سكان بيديك عقد العمله لو انت عايز تطلع عليه، بعد كده بيديك رابط الاحاله بتاعتك عشان تروج له، وبتاخد عن كل احاله كام بالظبط؟ 5 عملات، جيت اكسترا بايت. تمام، فحاول تخش تاخد رابط الاحاله، ال 150 لما تيجي تبيعهم بيقول لك هيبقى 857 دولار حسب سعر السوق حاليا، وطبعا العمله ممكن ترتفع تبقى اكتر من كده. تمام، هو بيقول لك انت كمان، بس احنا مش هنعمل الحركه دي، بيقول لك ان انت ممكن لو انت عايز تكمل ال 150 هو عايزك تشتري عشان تروج العمله بتاعته، ان انت ممكن تشتري من العمله عشان تكمل ال 70 بايت بتوعك وتكمل عليهم وايه تقدر تسحب العمله. الحركه دي ما ايه ما رجحهاش، احنا نشتغل على المجاني ونحاول نروج ايه لرابط الاحاله بتاعنا.
هسيب لكم برضو رابط ايه الدروب تحت الفيديو في الشرح. نيجي على الدروب اللي بعده، ده دروب كنت شرحته قبل كده بس نظر لأهميته قرب انتهائه فهعيد عليه تاني. أول ما يفتح معاك بيديك العائد بتاع العملة الليزر سكان، وبيقول لك إن العملة هيبقى سعرها 1 ريب 20 دولار. الدروب ده ب20 دولار عموما، عشان هو بيديك واحد من العملة. المهام اللي موجودة فيه، بتشترك في الجروب تليجرام ده، بعد كده بيطلب منك رقم محفظة الإيثيريوم وايلد، بعد كده هو بيديك رابط الأحلام بتاعك بتاخد له تروج له، ومفيش أي طلبات. بيطلب منك بعد كده تأكيد بيانات تاني، معلش أنا آسف، بيطلب منك الإيميل بتاعك ورقم المحفظة، وبعد كده بيديك عن كل إحالة، بيدينا عن كل إحالة كام بالظبط، حوالي مثلا تلت عملة يعني أو حاجة زي كده. وتحاول تروج لرابط الإحالة بتاعتك، وبعد كده إيه تكشف على رصيدك، يقول لك إن الرصيد بتاع الإحالات هيوصل لوحده. يعني هنا بيقول لك بليز نوت ريفيل اراوند اوتوماتيكلي، رصيد الإحالات هيتسحب بعد انتهاء الإير دروب. أنت اللي هيوصل لك في الأول، أول حاجة هيوصل لك الواحد عملة دلوقتي، هيوصل لك على المحفظة في أول انتهاء الإير دروب. بالنسبة للإحالات هتتأخر شوية، الناس ما تستعجلش عليها، ممكن تشتغل عليها حاليا وتحاول تكسب من العملة مفيش أي مشاكل. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده، ده شرحناه. انا انتهى معايا، انا كده كده بالنسبه لي مش هقدر ايه ازيد عن الاحالات، هو بيديك اقصى حاجه تقريبا 20 احاله وانا جمعتهم، بس هو ايه بذكر الناس بيه عشان الدروب قرب ينتهي. خاص بعملة فاشن كوين، الدروب بيدينا ممكن توصل منه ل 54 دولار، اخد 50 دولار انا اسف، عن طريق المهام والاحالات. انت مجرد تسجيلك تاخد 34 دولار. التسجيل ازاي؟ بطلب منك اشتراك في جروب تليجرام اول، دوس له دان، بعد كده بيطلب منك تعمل له فولو على الانستجرام، وتحط له اليوزر بتاع اليوزر بتاعك على الانستجرام من غير علامة ايه ات، يعني هو طالب منك تحط له اليوزر على الانستجرام من غير علامة الات. وبعد كده بتعمل له، بيديك هو لينك لصفحة تانية على الانستجرام، بتخش تعمل لها برضو فولو، وبرضو بتدوس له دان، وكده انت خدت ايه رصيد من العملة. وبعد كده صفحة تالتة برضو على الانستجرام، بتخش تعمل فولو ليها. معظم المهام واحدة تليجرام والتلاتة انستجرام، والمهمة الرابعة على لينكد ان، تخش تعمل فولو ليهم، وبعد كده تحط له البروفايل لينك بتاعك على موقع لينكد ان. بعد كده بيديك صفحة الفيسبوك، تخش الصفحة بتاعتهم تعمل لايك وفولو للصفحة بتاعتهم، وتحط له اللينك بروفايل بتاعك على الفيسبوك، وبكده بتوصل كلنا وصلنا ل 24 دولار. وبعد كده بيطلب مننا ان احنا نخش على الصفحة بتاعتهم بس، اللي هي صفحة العملة نفسها، موقع العملة، بتخش تعمل سبسكرايب. سبسكرايب يعني بتخش تنزل اخر الصفحه، وبتحط الايميل بتاعك ان هي لو وصل اي اخبار جديده يبعتوا لك عليها، وتدوس كلمه سبسكرايب. بكده يكون وصلنا تقريبا حاجه 29 دولار، وتحط له الايميل طبعا اتسجلت بيه هنا. اخر حاجه بيطلبها منك انت تشترك في جروب الجروب بتاع منصه لاكوين، والمنصه دي هي اللي توصلك عليها العمله. هسيب لكم برضو الرابط بتاع المنصه بالنسبه للناس اللي ايه ما سجلتش فيها، وتسجل في الدروب نفسه، عشان العمله بتوصلكش على محفظه الايثيريوم مال بتاعتك، العمله بتوصل على منصه لاكوين. تمام، بعد كده بيديك رابط الاحاله بتاعك، بتاخد له تروج له، وبتاخد عن كل احاله تقريبا حوالي 4 دولار 5 دولار. تمام، نخش على الدروب اللي بعده، اخر دروب معانا، ده لسه في واحد كمان، ده خاص بعمله اسمها تين تاش. الدروب برضو سهل، اول ما بيفتح معاك بيديك كباتش ارقام، تكتب الارقام بس، يعني كان مديني 572 كتبت رقم 72. بعد كده بيديك بيطلب منك ايه، بيدينا الشكل ده. تمام، اول مهمة، اي المهمة جاية من هنا، اول واحدة ايه نشترك في جروب تليجرام اول، وبعد كده بتدوس له دون، وبعد كده بيطلب منك الايميل، نشترك في جروب تليجرام، وبعد كده بيطلب منك الايميل على طول. بعد كده بيبعت لك على الايميل لينك، يعني انت مجرد ما تحط له الايميل هيبعت لك على الايميل لينك. اللينك ده بتدوس عليه، بتفتح اللينك، بيرجعك تاني للبوت تليجرام، ان هو بيكون عاملك زي تاكيد من الايميل بتاعك، تاكد ان الايميل بتاعك شغال او الايميل بتاعك حقيقي. بعد كده بيطلب منك محفظه الايثيريوم مايل بتاعتك، بعد كده بيديك ايه الاستاتيك بتاعتك اللي هي الحاله بتاعتك، بيقول لك ان انت عندك 90 من العمله، انت مجرد ما بتسجل بتاخد 90 من عمله جيدم، العمله مهمه. بعد كده بتلاقي هنا ظاهر لك رقم محفظتك للتأكيد، وضربة الإحالة بتاعك بتاخد له تروج له، وبتاخد عن كل إحالة 60 من العملة. تمام، يعني الدروب نفسه بيديك 90 من العملة، وعن كل إحالة 60 من العملة. الدروب سهل، والعملة بإذن الله سعرها هيرتفع قريب. نيجي بقى كده على آخر الدروب معانا، دي أنا منصة شرحتها قبل كده. المنصة الدروب بتاعها فاضل عليه تقريبا حوالي أسبوع 10 أيام، انصح الناس بشده ان هم يسجلوا في المنصه.
المنصة تحتاج تفعيل وثائق أو ما تسجل، خش على ماي اكونت. مجرد انا كده كده جالي رصيد بعد الرصيد من الرحلات، بس لسه ما جاليش رصيد الايه تسجيل في المنصة وليه رفع الوثائق. مجرد ما يوصل لي هوضحه للناس وهرفع فيديو كده. تمام، سجل في منصة تسجيل عادي، بعد كده بتخش هنا على ماي اكونت، يعني مثلا رافع صورة هنا ليا، رافع صورة للباسبور. تمام، بعد كده بعد ما تفعل الوثائق، بس هي لسه هي التأكيد بتاعها او الرصيد بتاعها لسه مجاش. بعد كده بنيجي هنا هتلاقي ده رصيد احالات اللي ظاهر ده، اعتبر هو بيديني على كل حالة، بس حالة فعلت وثائق بيديني عليها حوالي 100 من العملة. تمام، لا 100 كام، مليون من مليون ساتوشي من العملة بتاعتهم اللي هي الخاصة بتاعتهم اسمها بي بي سي. تمام، وبكده يكون دروبات معانا انتهت النهاردة. أتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، ولو عجبكم دوسوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.